حاولت نطلع من مواضيع الحرب والدمار اللي صار في بلدنا، وأطلع بنتيجة جميلة تجاه الشباب والجيل القادم. لازم يعني نأخذ طريق ثاني غير الطريق اللي كان. بس ما كان قبل انه في فرصه متاحه ل انه ننمي هاي المهاره وانه اعزف، انه كنت بالاخير دائما انه لحالي اشتغل هذا الشيء. بس طبعا ما راح يطلع شيء معي غير لما يكون انه في مركز مختص بهذا الشيء انه يعطيك وينمي لك المهاره هاي.